الحل انكم تشكلوا وفد كبير من اهالي الضيعه وتنزلوا تقابلوا المستشار. وبدك تروح معنا؟ لا انا خلوني على جنب، لا تدخلوني بمشاكلكم. ما بصير هذا الحكي، انت رئيس بلديه وكلمتك مسموعه عند المستشار، ما بصير تتهرب من مسؤوليتك. مسؤوليه؟ انا مسؤوليه اللي عم تحكي عنها سيد بهيج؟ ليش حضرتك ما شفت ابوك لما كان حاطط كولا ابو حراسي على باب بيته؟ ما شفتوا شلون عم يغب من العالم مصاري؟ ليش حضرتك وقتها ما حسيت بالمسؤوليه؟ ها؟ هلا فوق خطاكم الفادح جايين تحكوني بالمسؤوليه. هلا انا مالي فهماني، انت معنا ولا ضدنا؟ هذا بدال ما تروح تدافع عنا، جاي تحط الحق علينا؟ انا مع الحق، رجالكم غلطانين. حتى انا فكركم راح انفضوا من المسؤوليه؟ احكي لك كلمه يا مختار، انت كبيرنا. ايه تضرب المختره وساعتها. ما جاني منها الا وجع الراس. انا اطلعت لفوق على شواربي ولا تحت على دقني. صار فيني مثل ريبالي علموس على حدين. ومع ذلك شوروا علي يا جماعه. يلي بتفصلوه بنلبسه. خلص. باعتبارك انت الالمعي لازم تساعدنا على تشكيل وفد لحتى نروح فيه على المستشار. على راسي. مين بتحبوا يروح معنا؟ سجل اسماء الوفد يا دكتور. سجل عندك؟ ابو رامز، ام رسمي، ولدها رسمي، زهرة، ابو مرهش، ام مرهش، مرهش، والداعي، وامي، وزينة. لا لا انا خلوني برا. بهيجة؟ لا وانا كمان مالي رايحة. لك المدني دهشان اخي مين بحب يتفضل. وانت بتحبون نروح لعنده؟ بكرة الصبح. اخي اخي بهيج، راسي عم يجعني ودرسي عم يجعني، عيني اليمين كلها ما عم شوف فيها، لأ انا عم شوفك شمالي هيك جنابي، فما بقدر اروح معكم. طيب وام رسمي؟ ام رسمي كمان ما بتقدر تروح معكم، لانه محنية راسها وبدها تفك الحنة عنه 3 ايام، بقى شلون بدها تروح؟ شو؟ لا والله ما راح اقدر اروح معكم، اخذ موعد من المجنسيان بكره الصبح، بدي اصلح المكروه. بعيد عنك، لوزاتين هذي ما بقدر بحكي شيء قدام المستشار، روحتي مثل قلتها. المستشار قال هيك عم يقولوا لك بسيطة. الله يخليك يا دهشان. لا تكمل أخي بهيج، بكرة بننزل أنا وياك بالمعية ومنقابله. يعني برأيك معقولة ما يطالعوا؟ ولو. شو عم تحكي أنت؟ خدهم من هالشوارب بعدين أنت مستقل فيه. أنا اليوم صاحب أكبر مشروع سياحي بهالضيعة، وأكيد حضرة المستشار بيحبني وبيقدرني وبيحترمني حتى لو ما كان بيعرفني. يلا يا رب الله يسمع منك يا دهشان. بعدين لا تنسى أنه أنا وأخي مدني صرنا نحكي بالملايين، يعني نحن قوة اقتصادية لا يستهان فيها. يعني معقولة طالعوا لبي؟ ولو. عم لك خدم من هالشوارب. بعدين أنا ما بدي أشتغل لأبوك لوحده بس، بدي أشتغل لأبوك ولأبو دياب كمان. وبلكي ما طالعوا؟ لك شو عم تحكي أنت؟ عم لك خدم من هالشوارب. خلاص مشغول وما عنده وقت. طيب مالك امتى نجي؟ ما
ما حدد وقت تاني مثلا؟ ما حكى. طب نجي بكرة؟ ما تعصبوا حالكم، بعتقد ما في فايدة. امشي معي لقلك. لوين؟ انا بعرف مين ابعت له لحتى نحل هالمشكلة. امشي. الحمد لله. وينك من الصبح منك مبين؟ اشتقنا لك. تشتاقكم العافية. الحقيقة كنت بمستشارية الخوخ. خير؟ شو في؟ مشان مشروع؟ لا أنا مشروع. مشان أبو بهيج وأبو دياب. خير؟ موقوفين. موقوفين؟ ليش شو في؟ تهريب؟ لا الحمد لله لسه التهريب ما وصل لضيعتنا. لكن شو الموضوع؟ شالت اولاد صغار موقوفين ورحت سعيد لحتى طالعهم. ان شاء الله مشي الحال. لا والله ما مشي الحال، مشان هيك انا جاي لعندكم. نحن شو دخلنا؟ ولو بس لامت نظرك يا ست شهلة، المرة اليوم بتفك مشنوق. يعني بفهم من كلامك انه ما قبل وساطتك. مو بس وساطتي، ما قبل وساطة الضيعة كلها. إذا كان ما قبل وساطة الضيعة كلها رح يقبل وساطتنا نحنا؟ بجوز يقبل، على اعتبار أنكم أنتم من برات الضيعة، وعلى اعتبار أنكم عم تعملوا مشروع سياحي. بعدين معروف عن صاحبنا أنه بينتخي قدام الجنس اللطيف. نحنا يا حسرتي راحت علينا. لا تتواضعي، لا تتواضعي مدام شهلة، بركي فيكي ولو. طيب ما بدنا نعرف شو عاملين؟ يا ستي مثل ما قلت لك، شغلت ولاد صغار، هذا حاطط كلبة وهذا حاطط كلبة. ايه دريت بهالقصة. شو قولك ماما نروح؟ والله ما بعرف يا بنتي، يعني خايفة يكسفنا. القضية عمل خير يا ست شهلة، أنا متأكد إنه هالتوقيفة صارت له مثل ترباية، وأكيد فيها فركة دم. بقى شو قلتوا؟ خلص ما نروح. تفضل. شكرا. بعرفك على بنتي نهلة. يا اهلا وسهلا، شرفتوا. نحن شفناك وقت اللي جيت على الضيعة فتحت دار البلدية. الحقيقة منهنيك على هالكلام الحلو والتواضع اللي عندك. يا ستي شكرا كثير لكم. أنا سمعت عن مشروعكم، مشروع الفيلات السياحية، وانبسطت كثير. أنا يا ستي من حيث المبدأ مع أي استثمار عربي ببلدنا ومع أي مشاركة عربية. بس ما يكون حدا مضايقكم أو متزوجين من شيء. لا لا أبدا، بالعكس أهل بلدكم كتير ظراف ولطاف. أنا لما قريت عن المشروع بالصحف انبسطت كتير، وأصدرت أوامري لأي جهة ممكن تحتك معكم إن تقدم لكم كل مساعدة ممكن. ميرسي، كلك ذوق، بس بدنا نكسبك عنا بالمشروع. يا ستي منين؟ نحن لساتنا عن معاش. بهالحالة نحن منقدم لك فيلا هدية. شكرا لعواطفكم النبيلة، وعلى العموم هي رقم هاتفي، وأي مساعدة بتحتاجوها بتتصلوا فيه. شكرا لتشريفكم. ميرسي. سيادة المستشار، نحن رحنا لعندك على المكتب ما لقيناك، استدلينا على بيتك. في لنا طلب صغير عندك. مري. في 2 مساكين وعلى البركة. بس ما تقولي لي أبا هيج وأبو دياب. هنن بذاتهم، أرجوك تصفح عنهم وتسامحهم. يعني دائما الوعاء الكبير بيوسع للصغير. غلطة وغلطوها وأكيد أخذوا منا درس، ما بعتقد حدا يسترجي يعملها. نتمنى أنك تسامحهم، وبهالحالة أهل الضيعة رح يقدروا قديش حضرتك مسامح وقلبك كبير، وبنفس الوقت رح يوقفوا معنا لأنه نحن كمان ساعدناهم بهالمحنة. طيب يا ستي ماشي الحال، تكرم عيونكم. غازي. أمرك سيدي. اتصل فيهم على الجهاز وخليهم يفرجوا فورا عن أبو دياب وأبو بهيش. أمرك سيدي. أي خدمة تانية؟ ميرسي كتير لك، كلك ذوق. أنا كنت أتمنى أني أستقبلكم البيت، بس بجد عندي موعد ضروري. الله يخليك، كلك ذوق. يلا عن إذنك. يا أهلا وسهلا، فرصة سعيدة. الله معكم.
بهيج يا غالي. أوه وريتك تقبر عيوني يا عزوتي ومالي. أوه وطققت قلب كل الشمتانين. أوه وأولا هالغولة اللي واثق بالي. أوه وتعصنعوا يا أهل وأحباب. أوه وترجع على بيته تاج راسي أبو دياب. أوه وريته شوكة بعيوني الأعادي. أوه ويا رب دوروا وتشحدوا على البواب. الله يسلمك يا بنتي. الحمد لله على سلامتك. كيفك؟ ماشي الحال. الحمد لله على السلامة يا أبو دياب. الله يسلمك يا عم زينة. الحمد لله على السلامة يا بي. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. رحت عند أمي يا بي؟ رحت ما لقيتها، ما بعرف وين رحت. طيب يا بي قل لي شو صار معك؟ الله لا يخليني إذا بسكت لك عليها يا أبو سطوح. زينة أختي يرضى عليكي، صاب لنا فنجانين قهوة. ايه امي الله يرضى عليكي. يلا. وكل الفضل بيعود لهالستات البيلسانيات. الله يسامح سيادته، شو العالم عنده يعني ما إلا كرامة؟ حفيت رجليهم وهن رايحين جايين، لا كان يقبل وساطتهم ولا جاهم، تنتين حريم من برات البلد بيقبل وساطتهم؟ يا امي بجوز لأنه غربة وضيوف عملهم كرامة قبل وساطتهم. ها وغير هيك يا بهيجي، هدول جايين عم يعملوا مشروع سياحي واقتصادي مهم، لذلك ما بده يحسسهم انه اغراض، وبده يعطيهم معنويات عالية وبيجينهم كبار قدام الناس. ايه الله يوفقه وياخذ بيده. انا بشوف انه نعمل لهم عزيمة غدا وعشاء من شان تشكرهم. شغلة ما بدها عزايم، لسه ما نسينا قصة النوار. معقول يا امي عم تشبهي هدول النوار؟ هدول ناس محترمين لهم مكانتهم الاجتماعية. شمس بلادي وبعرفها، أبوكم بس يشوف هيك شوفها بيسخسخ وبيدوب بحاله. لا أمي ما بصير هيك، الواجب واجب. لازم نعمل لهم عزيمة غدا أو عشاء ونتشكرهم على الشيء اللي عملوا لنا إياه. أي والله بابا فكرة معقولة. الشغلة ما بدها عزايم. لا أمي ما حلوة، عيب. أنا بشوف تروحي أنت وأخوك تاخذوا هدية وتروحوا على المكتب وتشكروهم. صلى الله وبارك. لا لا خالتي مفروض نعزمهم، هيك بتبين الشغلة كأنهم قاموا بوساطة وقدمنا لهم ياها رشمة. الأصول إنه نعزمهم. ومين بده يعزمهم؟ أنا بروح. لا أنت عود، لا تتدخل. دياب شرب قهوتك خالتي وأنت روح اعزمهم. وأنا بتشكركم كتير يا مدام على هالمبادرة اللي قمتوا فيها مشان والدي ومشان أبو بهيج. ما في داعي للشكر مسيو دياب، هذا واجبنا. نحن أمنا بيعمل خير، والإنسان إذا بيقدر يعمل الخير ما لازم يتأخر. بارك الله فيكم. إيه شو أخبار مشروعكم؟ ماشي؟ لسه المشروع بأوله، ويبدو الفكرة جديدة على أهالي الضيعة، بعدنا عم يدرسوها. بس نحن بكل الأحوال ما لنا معتمدين على أهالي الضيعة بس. لكن على مين؟ نحن معتمدين على الأخوة العرب، على المغتربين. سمعت انه حضرتك مغترب. اي نعم. وسمعت انك جاي لهون على طول وحابب تعمل بيزنس. يعني. وسمعت كمان انه بدك تبني مدينة سياحية وتضارب علينا. مزبوط الحكي؟ وكيف عرفتي؟ العصفورة خبرتني. حلو. اهلين. تفضل. لوين مسيو دياب؟ لسه ما كملنا حديثنا. معلش مرة تانية. تفضل ارتاح لنشرب فنجان. من الشباب الأفراح إن شاء الله. على كل حال أنا كنت جاي لحتى أعزمكم على الغداء بكرة لعنا على البيت. لا تنسوا عم نستناكم. على فكرة دهشاني بيعرف البيت. يلا خاطركم. الله معك، مع السلامة. كيف الصحة ست شهلة؟ الحمد لله. وانتي يا نهلة؟ منيحة، مبروك طلعت بيك من السجن. الله يبارك فيكم، هاي كله بفضل جهودكم. بس ما قلتي لي شو كان عم يعمل دياب هو؟ شو بده يكون يعني خير؟ يعني فكرت انه كان جاي ليطرح عليكم موضوع شغل. لا لا ابدا، هو ما صار له زمان هون،
قبل ما تجي انت بشوي. انا بصراحه جاي لحتى اشكركم واعزمكم على الغداء، بس باعتبار دياب سبقني فخلونا نتعشى اليوم سوا. ما بدنا غير سلامتكم. لا 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 لا، ما بصير. الليلة نحن ناطينكم على العشاء. يلا أنا مستأذن. بكير، لسه ما شربنا قهوة؟ مو بيناتنا يا ست شهلة. يلا باي باي. الله معك، مع السلامة. شو رأيك يا نهلة؟ بشو مام؟ بهذا اللي عم يصير. الحقيقة دياب كتير مهضوم. يا اهلا يا اهلا وسهلا، شرفتونا. الله يسلمك يا رب، ان شاء الله دايمه وسفره عامره. صحه وهنا. ايه مسيو دهشان، وعدتنا تحكي لنا حكايه. حاضر، على راسي. هل كان يا مكان يا قديم الزمان، كان في رجال فقير درويش الحال، بالرغم من همه وفقره وتعتيره، كان انيس ولطيف، بيعزف حناي وعزفه ظريف. كان من عادته كل ما شاف حاله زعلان يحمل حاله ويروح البستان، يقعد تحت شجرة يعزف أجمل الألحان، مدري لحتى ينطرب فيها، مدري لحتى يتشكى من صروف الزمان. وبيوم من الأيام ظهرت قدامه غزالة، وقفت صارت تستمع له وتتأمل. ولما شعر بأنه الغزالة انسرت من عزفه، صار يجود ويعزف سبع أنغام بسبح الباري وبتمجد الديان. مدت هالغزالة إيدها لعبة وطالعت منه كيس مليان ذهب رنان ورمت له إياه. آه يا ربي، أنا عم شوف منام يا رب. يا رب يا رب، أحمدك وأشكرك يا رب، يا عاطي يا وهاب يا رب، انت العاطي يا ربي، دخيلك يا رزاق يا كريم يا رحيم يا رب يا رب، يا مسبب الاسباب يا عاطي يا وهاب، يا رازق الدود بالحجر الصم الجلمود يا رب. واخذ هالكيس وراح يبشر عياله، والدنيا مو واسعته فرح بحاله، وخبر مرته على اللي جراله. زلغطت مرته من الفرح، وانقلبت حياته لسرور ومرح، بعد ما كانت غم وترح. وصار كل يوم يروح البستان يقعد بنفس المكان ويعزف أجمل الألحان.
آه يا مفتت المهجة والأكباد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت إنسية ولا جنية يا خلقت ربي؟ لا تخاف يا عمي، أنا غزالة جنية من خيار الجن. أخذني من أمرك عجب، ما عرفت إيش هو السبب اللي خلاك تجيني بهيئة غزالة وتعطيني كيس الذهب وتروحي. لا تتعجب يا إنسان من ترتيب الديان، أنا لما شفتك أول مرة وسمعت أناتك الممزوجة بأنغامك حسيت إنك مهموم وحبيت إنك تعيش براحة بال، لأني بعرف بني الإنس بيحبوا جمع التوافه والمال ومفكرين إنه السعادة بجمع المال. وليش كل هالمدة ما أظهرتي لي بإنك مالك إنسية وخبيتي عني بإنك جنية يا جنية؟ حبيت أتأكد من طبعك قبل ما أكشف لك عن سري وبين لك أمري، لأني بعرف بني الإنسان ناكر للجميل وماله أمان. بس يا غزالتي مو كنا سوا؟ بعرف يا عمي، وبعد ما اختبرتك أيام وسنين وعرفت إنك مخلص وأمين حبيت أظهر لك على حقيقتي. أنا بشكرك يا غزالتي على الفضل والإحسان، وبعهدك أمام الله المتجلي في كل مكان إني ضل وفي للمحبة والإخلاص على مر الزمان. وأنا بعهدك إنك تكون مثل أبي يا إنسان، والله يجازي المعتدي والمبتدي واللي طبعه خوان. آمين يا رب الخليقة والإنس والجان، وأنا بعهدي من هلا وراي ما رح أندهلك غير يا بنتي يا غزالة. وأنا بعهدك ما حأندهلك غير يا أبي. تفضل. وهيك دام عهد الوفا بينه وبين هالغزالة شهور وسنين على هالحالة. وبيوم من ذات الأيام مرض مرضى تقيلة كتير يا حرام، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. ولما شاف حاله كتير تقلان وبأنه الموت والحياة بإيد الواحد الديان، نادى لابنه وقال له: تاخذ الناي وبتروح محل ما كنت قاعد وعزف، تقعد انت وبتعزف لوقت ما تجي الغزالي وتوقف قدامك. طلع ابي مريض ويمكن ما عاد يشوفك ولا تشوفي. بيد الشر ابي، عن جد كانت كل ما تعزف له لحن تلحش لك كيس مليان ذهب. اي نعم، لكن ليش عم بقول لك تروح تعزف له حتى ما تنقطع صله الموده والاحسان اللي بيناتنا وتنوصل بينك وبيني بعد وفاتي؟ حاضر يا ابي. وانت التاني كمان لازم تحافظ على عهد الموده والاخلاص لهالغزاله هي، مثل ما هي حافظت على هالعهد طول هالسنين الطويله. روح يا امير والله يوفقك، دير بالك على حالك. يا رب. وتاني يوم بكير راح الولد لحتى يشوف الغزالة مثل ما وصاه أبوه، وعد بالبستان بنفس المكان وصار يعزف أجمل الألحان. يا غزالتي يا خلقة ربي، وقفي لا تفزعي، شايب لك سلام وشوية كلام من الوالد معي. انت مين؟ انا ابن الانسي يلي جعلتي بالعهد ابوكي، وبكون انا يا غزالتي بالعهد اخوكي. اه يا ربي، اخي اخي الانسي، يا فرحة نفسي. قربي لك اللي عندي وسلمي علي. جود يا اخي. موتي موتي موتي. لك تحنيني يا اخي. بدي اصل رابتك وهر كاس الذهب يلي مخزوني فيها. اذا كنت طبعاً بدك فلوسي ترجعي حتى ارضيك. بدك ياني اعمل مثل ابي اخذ رزقتي كل يوم لقطه ورا لقطه؟ بدي احطم جسمك واخذ الفلوس المدفوني فيه فرد برا. قطعت ايدي مشان المال يا انسان، يا عيب الشوم عليك، رح انفخ عليك وامنع الهوى يفوت على رئتيك. Oh!
راح الأب لطول سيرة عم يهدوا المرض تعبان وبالزور لحتى وصل على البستان. وصل لنفس المكان طلع هيك شاف البلطة وآثار الدم عرف السر. قال بينه وبين حاله اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله وصار يتلفت شمال ويمين. قام شاف الناي محدوف على الحشائش الناعمين أخذ الناي وصار يعزف عليه من قلب محروق ومن كبد حزين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو صار بغيبتي يا بنتي وشو جرى يا هل ترى؟ مثل ما عينك شايفة وعم ترى ابنك اللي اعتدى عليه واللي افترى لذلك صفي بخبر كان. لا راد لحكمك وقضائك يا خالق الأكوان. ابنك ظلمني وغدرني وبناء عليه ما عاد لي ثقة فيك ولا بأي إنسان. روح من طريقي قبل ما أنفخ عليك ومنع الهوى يفوت رئتيك. طيب ممكن أعرف شو هو السبب؟ طمع أصل السبب والطمع ضر ما نفع. وكان الطمع أصل السبب وفعلا مثل ما قالوا الطمع ضر ما نفع. ودودة دودة خلصت الحمد لله. برافو 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 برافو. طيب يا جماعة نحن مستأذنين. قاعدين يا جماعة سهران هلا صار داركم انتم تشرفوا. ان شاء الله بنشرف. لازم تشرفونا. نتشرف. يلا خاطركم. الله يعطيكم السلامة. اي باي محسوبة. ان شاء الله بنجي. مرة ثانية. يا اهل السلامة. يا اهل السلامة. يو تقدر عيوني بشو بيرجيني هي؟ شب قبل 20 سنة. وهي كمان شب بس يعني قبل 21 سنة بس. حلو حلو. نايما يا حبيبي نايما. فضايل قل هو الله أحد. شو عم تعمل بحاله؟ ما عم بعمل شيء بس عم جرب هذا النص أحلى يعني ولا هذا النص أحلى. تعرفي قلت لك هذا النص مؤهلاته أكتر. وشو المناسبة؟ ما في مناسبة هيك شغلة يعني نوع من التجديد بدك تقولي. أنا حبيته هالتجديد. لا حبيبي أنا حبيتك لأنه شعراتك شايفين. يعني هذا التجديد تعرفي بيرفع المعنويات بحس بحاله الواحد إنه مرغوب أكتر. شو؟ مرغوب بعيون مين؟ بعيون النسوان. يبلاهن بقلعن. مين عيون النسوان؟ لا عيونها اللي نصحوك النصيحة. ما حدا نصحني هذا اجتهاد شخصي وهي الصبغة مخترعة أنا شغلتها ليوم واحد بعدين بغسل لك راسي بيرجع نضيف مثل النفشة مثل ما بتحبي. حتى لو هيك لله بالله بدون سبب؟ لا في سبب. وشو هو؟ عندي مقابلة. مقابلة مع مين؟ مع كارتر؟ لا مع الست شهلة. وليش هو هالمقابلة؟ يعني بدي اشتري لي كم سهم بهذا المشروع الجديد. وما بيمشي الحال الشرعي بلا صباغ؟ أنا قريتها بكتاب علم النفس يمكن هيك بصير براعونا أكتر. صحيح؟ وكم سهم بدك تشتري؟ يعني بدك تقولي شي 10. واسم مين بدك تحطهم؟ باسمي وباسمي. لا باسمي لوحدي. طيب متل ما بدك باسمك لحالك. بس هلا كمل الصبغه ولا بلاها؟ تقبش عظامي كملها. عيرتني بالشيب وهو وقار ليتها عيرت بما هو عار. يا يابي يا يابي يا يابي. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش هيك عم بتساوي بحالك؟ بعدين انا ايمتى عيرتك بالشيب؟ طول عمري بقلك قديش حلوه هالشيبه يلي عم بتنقط حسن وهيبه. بعرف بعرف بس اكيد هالحكي ما كان طالع من قلبك. شوفيني هلا لما بدي اطلع من الحمام ما رح تعرفيني. شو اجى على بالك تساوي هيك؟ ها؟ انا عندي اليوم مقابلة. مع مين؟ مع المستشار؟ لك شو مستشار وما مستشار؟ مع الست شهلة. ومشان شو؟
بشان اشتري شوية أسهم بالمشروع. وراح تكتبهم باسمك ولا باسمي؟ لا لا لا، طبعا باسمك. ولو أنا في عندي أعز منك يا أم مريش. اسبغن تقبرني، اسبغن رايحين لك هيك تمام. تقبرني هالشابة. ألا إن شابت الذوائب مني فالليالي تزينها الأطمار. ويا ميني رجع بصغير وياخذ مالك يا ميني يا بقوف. وعلى هذا على هذا على هذا طب طب يبغى اللي يشوفك حتى. هلا 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 سلام قولا من رب الرحيم. شو ها؟ ليش السقا؟ ممنوع سؤال. لك طول عمري كنت محروم عيش على حريتي، وهلأ إجا الوقت اللي صار لازم أعمل اللي بدي إياه. وإن شاء الله ناوي تروح تسهر عند النوار الليلة؟ لك أنو نوار؟ فجر النوار. أنا سهران جنبك الليلة هون يا عمري. بالله؟ وليك شي عم تعمل؟ تحسينات وتطويرات بالهيكل العام. ما فهمت؟ يا ستي اليوم جبت بلوزة وبنطلون جينز جداد، روحي ناوليني إياهم. وجايب أواعي جينز؟ إيه. لمين؟ إلك بلا ابنك بهيج. لك إلي، شو دخلوا بهيج؟ لك انت بدك تلبس جينز؟ ايه شوفي يا ايه، بس الجينز ما بيتمشوا مع العقال. يا ستي بنشلح العقال، شو هالقضية؟ وليش هيك عم تعمل؟ البلد عم تتفتح، عم تتطور، ونحن كمان لازم نتطور. وبس منشان هيك؟ ومنشان شي تاني كمان. منشان شو؟ يا ستي عندي مقابلة اليوم مع الست شهلة. منشان شو؟ بدي اشتري لي كم سهم مشروع الشاليهات. وباسم مين بدك تحطه؟ باسمك طبعا يا حياتي. ان شاء الله الف مبروك الجنس. روح حبيبي البس جنس والله بيلبق لك. لك يقبرني المزوق. احنين احنين. محق البس لي بدك اياه، وانا شو دخلني؟ المهم تسجل الاسهم باسمي. مسيو أبو رامز، على كم سهم بده يكتتب؟ عشر أسهم. مليون رمانية. هويتك لو سمحت. يخلي لي هالعين الحلوة. مشي لي يا عبد الهوية لأنه مو جايبه معي. دفتر عائلة بيصير. كمان ما طلع الدفتر جديد لسه. طيب ماشي الحال. المواليد؟ قد ما بدك. نقول 60؟ سلامة عيونك الحلوين. هلا هيك شبوبية بنأملها 60 سنة. قولي 40، الله يجبر بخاطرك. أبو رامز عريس جديد ست شهلة، لا تاخدي وتعطي معه كتير، لا يقوم حدا يعملنا كبتة على غفلة. شو بنا أبو مرهيش؟ ليش أنت هيك بتحط أصعب نصيب العالم؟ بعدين هدول الأسهم أنا بدي أسجلهم باسم مرتي أم رسمي. أعطي المليون لنهلة من شان تعدهم، وبعدين أنا باخذ المعلومات من هوية أم رسمي. معدودين أبو رامز؟ يا عيون أبو رامز ما بدون عد، هدول عد بنك، هدول 10 جرز، كل جرزة 100,000، يعني 1,000 ينطح 1,000. معوضي. وعليك. لك أنا لو العوازل أنا بالجنة. غيره؟ دوري. هوية ما في، ودفتر عائلة ما في، أنا مكتوم. لا ما بصير مسيو. بصير. هلأ أنت بدك تاكلي عنيب ولا بدك تخاني الناطور؟ أدري العمر من عندك على هالشوفي. سجيله عندك من مواليد السفر برليك. لا يا أبو رامز نزعتها. اقوم روح من هون. أنت ما سجلت ودفعت ومشي حالك؟ ليش قاعد؟ أخي أنا بإيش مضايقك؟ قاعد عم بستأنس بهالوجوه الحلوة. اقوم روح أخي، بلكي في شي بدنا نحكيه وما منحب نحكيه قدامك. أبو رامز إذا بتعمل معروف تفضل. إذا أنت هيك بتأمري مثل ما بتأمري. لك تكرم هالعيون الحلوة. تفضل إذا بتريد. إيه عن إذنكم. كم سهم بتريد تشتري أبو بهيج؟ بدي 10 أسهم باسم مرتي.
هوية مرتك معك؟ مو ضروري، بس اللي رجع عندك. تفضل. خلي أبو مره يجي يطلع لبرا شوي. خير؟ ليش شوفي؟ في حديث سري بدي أحكيه بيني وبينك. أي مخي، أي هلأ كترت الأحاديث السرية. تفضل أبو بهيج، شو الحديث السري اللي بتحب تحكيه؟ أنا بشتري 10 أسهم باسم مرتي، بس أنا بدي أكتر من هيك. خير، شو بدك؟ بدي تدخلوني معكم شريك، واللي بتريدوه أنا حاضر. ما أنت الشريك باسم مرتك. حطي مرتي على جنب، أنا بدي شاركك إليك. بتشتري أسهمه باسمك بتصير شريكنا. أنا عم أحكي مع الخانم، بتساويني شريكك؟ أنت رح تشارك بالمشروع؟ لك ما بدي بالمشروع، بدي شاركك إليك معك من المليون للعشرة. لا تخافي، أنا مسنود على صخر وما بدي هالكف يضربنا الكف. ما نفكر بالموضوع. ما خلص هالحديث السري؟ تفضل أبو مرهيج. أبو بهيج، عطي المصاري لنهلة مشان تعدهم. مصاري ناشفي، مالي جايب. جايب شيك. إيه مالي شي، شو عليه؟ عطيه يا. تفضلي. ما عندكم بابونج تركي، قصدي قهوة يعني؟ تكرم عينك، مرة تانية. تفضل سيد أبو مرهيج. ما بحكي كلمة واحدة قبل ما يطلع هالآدمي لبرا. أنا كمان عندي حديث سري. سيد أبو بهيج، معلش إذا بتريد. قايم. لك ليش ديت هالعينة؟ وإمتى بتردي لي خبر؟ عن قريب إن شاء الله. أي سيد أبو مرهج، تفضل. شو الحديث السري اللي حابب تحكيه؟ حضرتك متجوزة؟ لا، أرملة. الله يخلي لك هالعينتين. مخطوبة؟ لا. عندك نية تتجوزي؟ ما فكرت بهالموضوع. أنا وضعي ماكن، ها؟ عندي ميكرو وعندي أراضي وعندي بساتين. عم قول يعني إذا حطينا إيدينا بإيدين بعضنا، يعني حطينا الخبزة على الجبنة، يعني ممكن بيجوز رب العالمين يوفقنا. سيد أبو مرهج، كم سهم بتحب تشتري؟ اتركيني من شغلك الأسهم، أنا شغلتي أكبر من هيك بكتير. أنت قولي إيه لجيب لك أوراق الطابو كلها. على شو بدي أقول إيه؟ على اللي حكينا عنه. أرجوك، هلأ الوقت مو مناسب لهيك حكي. معك حق، محظورة. أنت بتحبي نقعد ونحكي؟ هلأ مالي فاضية، معزومين على الغدا ببيت أبو دياب. يعني اجي المساء؟ لا لا، أجلها لبكرة. إيه؟ بتموني؟ كلامك أوامر، خاطرك. الله يسلم ايديكي، عزبناكي. صحتين وهنا يا ميت اهلا وسهلا، البيت بيتكم، شرفتونا والله. انا بتعرفوني انا عزابي، مو هيك؟ صار لي 20 سنه ما اكلت طيبه الاكل. ان شاء الله صحتين على البال. اهلا وسهلا ومرحبا، شرفتوا. سفره دائما ان شاء الله. يا اخي درجان، سمعنا شي حكايه من حكاياتك الحلوين هدول. حاضر، تكرم عني ابو دياب. ونسمه تكرم. ايه اسمعوا الحكاية. هل كان يا مكان يا قديم الزمان لحتى كان؟ كان في أخين، واحد اسمه مرزوق والتاني مسعود. والأخين بيشتغلوا مراكبية صيادين بالبحر. يوم من الأيام طلعوا على الصيد، رموا الشبكة بقلب المي وقعدوا ينتظروا عليها. فرحوا كتير، فكروها حوت كبير،
نزلوا بهالشبكة على شط البحر. يلا يا مرجو، يلا وصلنا وصلنا يا مرجو، يلا. حط عندك، حط. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد؟ شو دي غريبة عجيبة؟ هاي نص سمكة ونص بني آدم. عم تضحك وتطلع علينا؟ عم تضحك مثل الإنسان. يمكن بتعرف تحكي. أنت بتحكي يا خلقة ربي؟ أنا بحكي وبتكلم بأفصح لسان. عم تحكي مثلنا؟ أنا الثانية مما خليق الله، مثلكم يا أخواتي. أنا بعرف سكان اليابسة هن اللي بحكوا، سكان البحور ما بيقدروا يحكوا. ليش ما بتعرف إنه سكان البحور أكثر من سكان البر بآلاف المرات؟ وإنه مخلوقات عجائب البحر أكثر من مخلوقات البر؟ منعرف ومنسمع، بس بعمرنا ما سمعنا إنه بني آدم بيعيش جوات البحور مثل السمك. شو؟ رح نبيع بسوق السمك؟ لك لا يا غشيم، مثل هالصيدة الغالية ما بتنباع إلا للعلماء والباحثين. لك هاي فلتة من فلتات المخلوقات، بكرة بتشوف راح يعطونا تقلة ذهب. قلتك ومنصير معلمين وما لنا أجر. خير؟ بلاقي سمكتنا الحلوة عم تبكي. عم ابكي سوء حظي يلي رماني بين ايدين أسود الرأس. أسود الرأس؟ ومنو هذا أسود الرأس؟ انت وكل جوزك، انتو سكان اليابسة، سموا حالكم بني آدم، بس نحنا سكان البحر منقول عنكم سود الروس، مثل ما انتو بتسمونا سمك. انا خايفة منكم يا مرزوق. وبتعرفي اسمي كمان؟ قالت له السمكة، نحنا سكان البحر منعرف كل شي عن سكان اليابسة، ويا ويل السمكة يلي بدها توقع بين ايدين بني ادم. بيحرمها من عشيرتها، بيحرمها من اهلها، بيتم اطفالها، بيحزن جوزها عليها. كل مخلوقات الدنيا عم تتشكى من انياب بني ادم. انت لك اسم يا خلقة ربي؟ طبعا، انا اسمي السمكة الملاقة، انا بنت ملك السبع بحور. كنت عم دور على شواطئ واملاك ابي، عم بتفقد احوال السمك، وفجأة لقيت حالي بالشبكة اللي ناصبينها إلي. أنت مجوزة يا خلقة ربي وعندك أولاد؟ لك ليش عم ابكي؟ أنا مالي خايفة من الموت، لأنه الموت مقدر ومحتوم على كل مخلوق، بس أنا زعلانة على فراق أولادي وأهلي. حاجة تبكي يا خلقة ربي؟ كيف ما بدي ابكي وهلأ صار وقت رضاعة طفلي؟ وعندك ولد بيرضع؟ معلوم عندي، لكن السمكة ما بترضع أولادها. البحر من غير فصيلة السمك، مثل ما انتو يا بني الآدم من غير فصيلة لحوص. يعني انتي انسانة البحر مثل ما نحن انسان البر، بس في فارق كبير بيناتنا. وشو الفارق؟ انسان البر قليل منه الصالح وكتير منه الطالح، بعكس انسان البحر يلي لا بيكذب ولا بيسرق ولا بياكل حق غيره ولا بيحلف يمين كاذبة. خلوني ارجع لأهلي وولادي. الله يخليكم. انتي يومنا الموعود، ضلينا نخدم ونشتغل على الشاطئ لحتى الله جبر بخاطرنا وبعتك إلنا لحتى تساعدينا، ما منفكك لحتى نقبض ثمنك. انت سمينة وبتوزني كتير، تقلك ذهب، بيعملوني أكبر مليونير. يلا أخي، يلا حميل حميل لقلك. يلا لحظة لحظة، ما مني كلمتين. قولي. إذا تركتوني رح أعطيكم تقلي جواهر ولولو، إذا طالعتوني من الشبكة ورجعت على البحر رح أعطيكم من كنوز البحر ما يخلو بالألباب. كل أراضي وأملاك أبي بالبحر حجارتها من ألماس. أنتوا رح تستنوني هون وأنا رح أغيب 10 دقايق، رح أرجع جايبتكم جواهر والسعادة. وإذا فكناكي ونزلتي على البحر، شو الضمانة أنه ترجعي؟ نحن سكان البحر ما بنكذب. وعادوا هالأخين يتشاوروا. قال له شو رأيك نفكر؟ يا أما منغنى لولد ولدنا، يا أما منضل على حالنا. قال له شو عليه؟ خلينا نفكر، يا بتصيب